أهلا بكم في لقاء متجدد من لقاءات حديث العرب. ضيفي هذا الأسبوع الأكاديمي والروائي الجزائري المعروف الدكتور واسين الأعرج. أهلا وسهلا دكتور واسين. يا مرحبا مرحبا. حوارنا بيكون بين التجربة الكتابية في مجال الرواية وقضايا فكرية يطرحها الأستاذ أو الروائي واسين الأعرج. اسمح لي أبدأ بمقولة لك أو تصريح لك قبل سنوات قلت أفكر في كتابة سيرتي الذاتية لا لأنصح الآخرين فالحيوات لا تتشابه بل لأقول أني مررت من هنا. طبعا سمعت بعدها أنه أنت متردد في هذه التجربة، هل فقدت الرغبة في القول بأنك مررت من هنا؟ لا طبعا، أولا شكرا على الدعوة الكريمة وممتن وأتمنى طول العمر لهذه الحصة الجيدة. هذا أنا قلته في فترة بدأ كتابة سيرتي الذاتية. نعم. التي أعطيتها عنوان في وقت لاحق باسم سيرة المنتهى. كان القصد من وراها طبعا، أنت تعرف أنه في السير الذاتية عادة الآن تتعامل كثيرا. نعم. ولليوم عربيا قليلا ما شفت، بما في ذلك الأيام لطه حسين يعني، لليوم ما شفت مثلا سيرة تقول الذات ولكن في الوقت نفسه تضع هذه الذات ضمن منظومة حياتية كاملة وواسعة. يعني قصدي تتجاوز المعطى الفردي، وأنا كنت حذر من هذه الذاتية. قلت أنا سأكتب، أحاول طبعا أن أكتب سيرة ذاتية لأؤكد لنفسي بأني مررت من هنا، لأنه في نهاية المطاف نحن لا نغير العالم يعني كأفراد، ولكن على الأقل الإنسان إذا استطاع أن يترك ملمسا صغيرا يعني في هذه الحياة نقول أن يكون جيد يعني. ولهذا عندما كتبتها طبعا ونشرت الرواية السيرية قبل سنة ونصف تقريبا. نعم. قبل سنتين يعني، كان الكلمة المكتوبة على الغلاف هي هذه، وهي مأخوذة من جدي الأندلسي الموريسكي الذي كان يقول كلاما مشابها، يعني أنه في نهاية المطاف أشهد أني مررت من هنا فقط، يعني ليس أكثر من ذلك، لكن مررت من هنا ولم أكن علامة جافة، يعني أعطيت ما كان يفترض أن أعطيه كإنسان. لكن أستاذ واسين الأعرج، تعرف أنه يعني ربما لا توجد تجربة سيرة ذاتية كتابية في العالم العربي واضحة. هل المثقف المفكر حتى السياسي يلجأ لعمل روائي ليتهرب من الاعتراف، ليتهرب من كتابة السيرة الذاتية كما يجب كما ينبغي؟ شوف، السيرة الذاتية طبعا هي عندها محتويات كثيرة. أولا يستطيع الكاتب مثلا مثل ما هو في الغرب، لأن السيرة الذاتية أيضا لكي تقول ما لها وما عليها ربما تحتاج إلى مناخ أوسع من الديمقراطية، من المحبة، من التسامح أيضا تجاه الأشخاص. نحن في مجتمعات للأسف غير متسامحة يعني من الناحية تحديدا الأخلاقية أو ما ينظر له على أساس أنه مشكلة أخلاقية. وأيضا أنت تحاكم حتى في العمل الروائي على بعض النصوص، فما بالك لو كانت هي بين قوسين قناعتك أو سيرتك الذاتية. إذا وردت في السيرة الذاتية فهي تعطي تأكيد على أهليتها، على أساس أن الكاتب مسؤول عليها. ومثل ما تقول يعني إذا كان هذه وردت في السيرة الذاتية معناته أنت ستنصب لك مشانق لأنك قلت كذا وكذا، ولكن مع ذلك في السيرة أيضا مستويات يستطيع الإنسان أن يتصدى فيها. تستطيع أن تقول سيرتك مثلا، أنا تحدثت على السيرة من حيث المكونات الأساسية التي صنعتني أنا كواسيني أو كفرد. نعم. دور الجد، دور الجدة، دور الثقافة، دور الكتب الذين أثروا فيها إلى آخره. هذا كان مسألة مهمة، مسألة أول حب أيضا التي تثير الإشكال أيضا أنا قلتها في هذه في هذا النص. لكن أيضا أظن بأن الذي يهم القارئ الذي يقرأني والذي يريد أن يفهم يعني ما يتخفى من وراء النصوص التي يكتبها مثلا واسيني أو غيره، طبعا يعني مش شرط أنا، يريد أن يفهم هذه الخفايا. هذه الخفايا متوفرة في كتاب سيرة المنتهى. طبعا أنا لم أقول كل شيء ولم أشعر بنفسي أيضا مطالب لقول كل شيء. أعطيك مثال، احيانا مثلا تتكلم عن تجربه حب مثلا، يعني هذا عاده ما يثير الاشكالات. نعم. يعني طيب الى اي حد اولا انت تدخل في رهان بينك وبين نفسك تجاه الحريه المجتمعيه ولكن ايضا الحريه تجاه الذات، لكن في الوقت نفسه هذه الحياه كانت مشتركه بينك وبين شخص اخر. انت تستطيع ان تتحرر لكن الشخص الاخر هل فكرت فيه؟ انا اعتقد انه جزء من الوفاء لتجربه معينه انسانيه هي ايضا ان تحمي الاشخاص ايضا من ألسنه الناس، يعني لان هذا ليس ملكك وحدك. في المجتمعات الغربيه الامر يختلف، تستطيع المراه ان تتحدث
وربما نعم. تطلب من الرجل أنه إذا كان يحق لها ولا يحق لها، ولكن في نهاية المطاف في قضاء، في عدالة، إذا كان فيه قذف إلى آخره. أما أن تذكر تجربة حب فهي مسألة عادية يعني. طيب، قلت أيضا لو طلب مني تعريف الأدب والسيرة الذاتية لقلت إنه متجسد في تقرير إلى غريكو. غريكو استاذ زكي، شوف استاذ، انا بالنسبه لي دائما اتحدث يعني رفعت سويه السيره الذاتيه الى الاعلى. قلت اذا كان انا اخذت سيره واحكي انا ذهبت وجئت وطبعا وبدات اكتب منذ نعومه اظافري، هذه الجمله التي تتكرر في كل عند كل الكتاب، بينما هنا انا اكتشفت في صعود روحي، صعود ثقافي، صعود حضاري، صعود فكري. النص أدهشني طبعا. يكفي أنه هذا الرجل كتب زوربا، يعني تكلم على نيكوس كازانزاكي، فلما كتب هذه السيرة كان عمره 70 سنة، وقال جملة كثير مفيدة: أفضل أن أكتب أخطائي على أن يكتبها الآخر. جميل. أتركني أكتب أخطائي، أنا على الأقل أعرفها، بس يأتي الآخرون فيطورونها وكل واحد يحكيها مثل ما يحب. ولهذا أنا وجدت في هذه السيرة فعلا سقف ما يمكن أن ينتجه الإنسان من ناحية سيرية. عادة السيرة تتماهى مش فقط فيما هو خارجي، أيضا فيما هو داخلي. لأنه نحن نعرف أن المجتمعات الشرقية نحن نعيش داخليا أكثر مما نعيش خارجيا. الخارج أحيانا نعطي صورة اللي هي الصورة الاجتماعية العامة، لكن دواخلنا تشتعل. فهو يقول أنه خليني أعطي هذه الدواخل التي تشتعل في بعدها الصوفي، في بعدها الديني أيضا، في بعدها الثقافي، في بعدها الحضاري. ولهذا عندما واللغوي أيضا، لأن اللغة مهمة كثير، فأنت عندما تقرأ أعماله تصاب بالدهشة. أنا أصيب بهذه الدهشة طبعا، ولست الوحيد يعني. نعم، في رواية مملكة الفراشة، وهذا مدخل لي لأن أطرح معك بعض الأسئلة اللي فيها بعد سياسي، وأنا أعرف أنك ربما لا تفضل الحديث طويلا في السياسة، ولكن تقول: الحرب ليست فقط فيما يحرق حاضرنا، ولكن أيضا ما يستمر فينا من رماد حتى بعد خمود حرائق الموت. لكل فراشة احترقت أجنحتها الهشة وهي تحاول أن تحفظ ألوانها وتبحث عن النور في ظل ظلمة كل يوم تتسع قليلا. أنت عشت تجربة مريرة، تجربة الحرب الأهلية في الجزائر في التسعينات، ما الذي استمر فيك من رماد تلك الحرب المؤسفة والمؤلمة؟ شوف، أنا قد لا أكون مقياسا، أقول لك بصراحة يعني قد لا أكون مقياس، لأنه الإنسان عنده مستوى معين لكي يفهم التناقضات المختلفة الموجودة في المجتمع، وعندي قدر أيضا من السلام الداخلي تجاه الآخرين حتى الذين أختلف معهم. لكن أنا أقول لست مقياسا اجتماعيا. المقياس الاجتماعي هو نبض الحرارة المتجلية في المجتمع نفسه، وهذا المجتمع في بشر كثير، في مخترق بمختلف التناقضات. ولهذا تشوف مثلا ماذا حدث بعد الحرب. يعني أوكي، الحرب الأهلية توقفت، استمرت حوالي 10 سنوات، أكثر من الثورة الوطنية التي أدت إلى استقلال الجزائر ضد المستعمر الفرنسي. 10 سنوات، أنا أعتقد أن 10 سنوات خلفت من الدمار ما يكفي. مثلا واحدة من الأشياء يعني أن جارك الذي كنت تتحدث معه بسهولة وتترك أبنائك صغار، يعني عنده صديقك، ابن أختك، يعني حتى داخل العائلة نفسها أحيانا حتى أخوك، يعني اللي المفروض هو الذي يحميك ويحمي ظهرك، كل هذه القيم تغيرت وانفجرت لما تسمع أحداث أن فلان قتل أخوه بسبب تعصب ديني، أن جار وشى بجاره مثلا للحركات المتطرفة وجو قتلوا أهله إلى آخره. مع الزمن مثل هذه القضايا تشكل نوع من التخوف ونوع من العدوانية، وضيف لها أيضا توجس أيضا، لأنك أنت تصير لا تثق في أي شخص من الأشخاص. على الصعيد الفردي أنا أقول أوكي متسامح، لكن أيضا تركت أثار. مثلا ذهبي إلى فرنسا، خليني أقول أنه استفدت منه كثيرا طبعا، يعني لأنه قوة الإنسان هو كيف يحول لحظة المأساة إلى لحظة إيجابية، وإلا يوقف في زاوية ويبلش يبكي، يعني يتباكى عما مضى. يعني أنا حولت لحظة المنفى ولحظة الانتقال نحو المجتمع الآخر إلى وسيلة أيضا لمعرفة الآخر، إلى وسيلة للدخول في هذا المجتمع الآخر مع الحفاظ على الوشائج يعني المجتمعية للبلد الأصلي. لكن هذا تسبب في منفى، تسبب في انتقالك من مكان إلى مكان، تسبب أيضا في شقوق داخلية أنت ترممها باستمرار حياتيا، ولكنها موجودة يعني مش لم يخرج المجتمع الجزائري في ظنك من آثار تلك الحرب الأهلية الطاحنة؟ خليني نقول أنه شوف، 10 سنوات الأولى كانت دمار، السنوات اللي جت بعدها
الناس ينسون أنه لا يتذكرون إلا الحرب الوطنية اللي هي حرب 54-62 اللي حارب فيها الشعب الجزائري من أجل استقلاله، يتذكرون أيضا 10 سنوات من الرماد والصراع ضد الحركات المتطرفة اللي نتج عنها خراب، ولكن لا يتذكرون أو كأنه يكسرون المرآة التي ستأتي فيما بعد، لأن فيما بعد فيه مرآة تظهرك كما أنت، يعني بكل هذا الخراب الذي لحق بك مرآة تعري، هل أنت تملك القدرة على قراءة هذه الذات وهي عارية يعني بكل تفاصيلها بدون خوف، وتشوف العيب وين موجود، الضعف وين موجود، الجرح وين موجود حتى تستطيع أن تعالجه، أم أنك تستمر وكأنه لا شيء؟ في مجتمعنا في هذا الجانب النسياني أو التناسي، أنه الناس ما عندها رغبة ترجع لعشر سنوات، لكن في الوقت نفسه الحاضر اليومي يذكرك بالضرورة بأن 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 هذه العشر سنوات تحتاج فعلا إلى جميل. كأنك تدخل إلى مستشفى وعليك أن تداوي نفسك وإذا ستستمر فيك يعني. صحيح، ولهذا أسأل يعني متى تستفيد الشعوب خصوصا في منطقتنا العربية من تجاربها المأساوية خصوصا اليوم وما نمر به في المنطقة. أنت قلت قبل التسجيل موضوع نقطة مهمة ودي أثيرها معك فيما يتعلق بالحرب الأهلية، قلت لو كان الظرف الدولي أو العلاقات الدولية وقتها في التسعينيات كما هي بهذا التشابك وبهذا التدخل السافر في شؤون داخلية في المنطقة العربية بشكل عام، لربما لم تخرج الجزائر من أتون تلك الحرب الأهلية الطاحنة. أنا شبه متأكد من ذلك. شوف، الحرب خلفت بالاعتراف الرسمي للدولة حوالي 200,000 ضحية، غير المهجرين وغير الناس اللي أجبروا على مغادرة البلد إلى آخره، ولكنهم بقوا أحياء يعني. كلفت الدولة بحرق المصانع والإبادات إلى آخره حوالي 20 إلى 25 مليار، وتصور 25 مليار في ذلك الوقت لها قيمتها المادية يعني تبني بها بلد يعني أو البنى التحتية للبلد. أيضا الذين قتلوا ثم الفنانين والصحفيين والإعلاميين الذين كانوا ضحية لهذه الطاحونة ما لا يقل من 100 شخص. أعطيتك مثال واحد اللي هو عبد القادر علول الله يرحمه، اللي هو واحد من كبار رجال المسرح الجزائري، أو روائي مثلا مثل طاهر جاوود، طبعا الأسماء كثيرة يعني لا يسمح الضرب بذكرها كلها، لكن هؤلاء الناس من ناحية الرمزية لأنه هؤلاء أنتجوا معرفة، أنتجوا بعد رمزي لهذه المعرفة، وهذا البعد الرمزي أشيع مجتمعيا واستقبل مجتمعيا بشكل جيد في المسرح في الرواية في الكتابة إلى آخره. هؤلاء قتلوا، هؤلاء الناس أنت كونتهم عبر سنوات متتالية وعبر ظرفيات خاصة إلى آخره. طيب، هل عندك الإمكانية اليوم لأن تكون ناس بهذا المستوى؟ هذا سؤال يعني. ولهذا نقول أن المسألة كبيرة وليست بسيطة ومعقدة أيضا، نحتاج إلى زمن ربما آخر غير الزمن الذي نعيشه. ستقول لي أن المجتمعات قادرة بحكم ديناميكيتها تستطيع أن تنتج البدائل، طبعا تنتج البدائل، لكن هؤلاء الناس تخسرتهم، كان ممكن يتحولوا إلى لكن البعد الدولي في هذا الجانب. طبعا هذا نقول في الحالة السلمية حدث هذا يعني بين قوسين يعني، لكن البعد الدولي الآن صار معقد، صار في حسابات دولية تتعلق بمنابع النفط، بالخيرات الموجودة في البلدان العربية تحديدا، في الصراع الإسرائيلي العربي، هي كلها حيثية تدخل في العملية. لما حدثت أو الأحداث وقعت في تونس وبعدين استمرت في البلدان العربية المختلفة حتى وصلت إلى ليبيا إلى غير ذلك من البلدان الأخرى، شوف التدخلات الدولية. أوكي، أنا مع الثورات يعني، وطبيعي أن تقوم ثورات في بلدان عندما يكون حكم ظالم أو حكم ديكتاتوري، ردة الفعل الشعبية الطبيعية هي أن تقوم ضد هذا الظلم. لكن لا أفهم جيدا كيف ممكن نصنع ثورة ببدائل أجنبية. أنا لا أفهم هذا الشيء. حتى من باب العلاقات الدولية الأمور لا تتم هكذا. خذ مثلا بريطانيا، يا أخي بريطانيا عاشت ثورتها في القرون الماضية، كرومويل لم يفرض من الخارج، كرومويل نشأ داخل البيئة الإنجليزية، واحد مثل دونتون اللي هو قائد الثورة الفرنسية نشأ داخل المجتمع الفرنسي، والمجتمع الفرنسي هو اللي جاء رفعه وبعدين هو اللي جاء نزله مثل ما حب يعني. أما أن تقوم هذه الآليات ممكن تساعد أوكي يعني من باب إنساني إلى آخره، لكن أن تتدخل يصير صعب. لو تدخلوا في الجزائر نقول لك بكل بساطة المؤهلات كانت متوفرة لتفجير الجزائر من الداخل، لتفجيرها لغويا، لأن الصراعات اللغوية في الجزائر موجودة بين العربية واللغة الفرنسية،
القبلية والإثنية أيضا موجودة، ولو أنها خليني نقول على المستوى المجتمعي العام لا تظهر، لكن في الخصوصيات الثقافية عند بعض التيارات هي موجودة ويمكن أن تنمى. وبكل بساطة كان يمكن، شوف قضية الطوارق ممكن تخلق حولها مشكلة. صحيح. وفيه خريطة فرنسية من زمان، وأغلب الطوارق موجودين بالجزائر، فيه جزء في ليبيا، في النيجر، في 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 في, في, شو اسمه، في مالي إلى آخره، لكن الجزء الأكبر موجود في الجزائر وموجود في مناطق صحراوية قريبة من المناطق النفطية. فممكن تحديث خط بين الشمال والجنوب ويصبح الجنوب خارج السيطرة الوطنية أو الحكومة المركزية خلينا نقول، وتصبح باسم قضية الطوارق أنك ممكن تفصل الجزء الأهم اللي يعطي حياة للجزائر، تفصله تماما. أيضا داخل البلد نفسه يعني حتى على مستوى الشمال في صراعات جانبية مثلا جهوية إلى آخره يمكن أن توقظ من جديد. يصير القطاع الوهراني زمان اللي كان موجودة في الفترة الغربية كانت ثلاث مقاطعات، يعني القطاع الوهراني والوسط والقطاع القسنطيني. أيضا يمكن أنك تنجز خطة حول هذا الموضوع المهم، يعني هو في كل بلد تفاصيل صغيرة ممكن أنك تشعلها، وببساطة يعني كما قلت أن العناصر متوفرة ويمكن العمل عليها. هل فاجأك أستاذ وسيم الأعرج صعود الخطاب الديني المتطرف بعد أحداث ما سمي في مرحلة معينة بالربيع العربي؟ هل تفاجأت أنت كمثقف كروائي بهذا الصعود؟ والله يا أستاذ أقول لك بكل صراحة، والله لم أتفاجأ. أنا منذ خليني نقول منذ نهاية السبعينيات كنت أشوف على الأقل بالنسبة للجزائر، وعشت فترة كمان في سوريا حوالي 10 سنوات من السبعينيات والثمانينيات، يعني كنت نشوف صعود هذا التيار المتطرف. طبعا هذاك الوقت خطابه لم يكن خطاب دولي، كان خطابا محليا يعني صراعيا بين النظام والحركات المتطرفة. كنت أشوفه وكنت أعرف بأنه جاي بسبب بسيط، هو أنه أنشأ خطابه على بنية اجتماعية مؤهلة لكي تستقبل هذا الخطاب. الحركات الثقافية العربية على الرغم من نوايا الحسنة وجهودها وتنورها كانت تبني خطابا معزولا، وهو خطاب معزول طبيعي أيضا، لأنه أنت لا تستطيع أن تطور فكرا حداثيا في مجتمع ما يزال يحتاج إلى جهود كبيرة أولا لكي يفهم شرطيته التي يعيش فيها يعني. ثم أن المناخ الداخلي أو المناخ العام لهذه المجتمعات هو مناخ ديني، يعني ممكن توجهه نحو ما هو أفضل وممكن توجهه نحو ما هو أسوأ. نعم. ولهذا في نهاية المطاف ما كان بالنسبة لي فجائي بصراحة يعني. طيب اسمح لي بالفاصل الأول دكتور وسيم الأعرج. نعم. أعود بعده لأكمل هذا الحوار، ابقوا معنا. إذن نستمر في هذا الحوار مع الروائي والأكاديمي الجزائري الدكتور وسيم الأعرج. أصبت دكتور وسيم بأزمة قلبية دخلت على إثرها في غيبوبة، الحمد لله أنك تعافيت منها، سعداء أنك معنا اليوم. قلت بعدها بأنك كنت رجلا مملوءا باليقين تجاه الحياة، بات اليوم لدي يقين باللحظة ولا أطمح بلحظة أخرى ولا أطمع بلحظة أخرى، فالحياة وهم جميل وهذا جعلني أخذ الحياة بنسبية وأستمتع بها أكثر. حدثنا عن هذه الرؤية. أي شوف لو تسمح لي فقط أعود السؤال اللي قبل إذا سمحت لي، لأنه فيه جملة ما خلصتها. ترى عندي أسئلة أخرى عن داعش وعن كذا، فنتحدث عنها ممكن نرجع لها يعني. أطمئن لا بالنسبة لل هذا طبعا حدث يعني، هو الحمد لله يعني خلينا نقول طول العمر يعني أنه حدث لي وأنا داخل الجامعة، فأخذت بسرعة في فرنسا. نعم، جامعة السوربون اللي أدرس فيها، ومن هناك أخذت للمستشفى ويعني الحمد لله. طبعا الصدمات، قبل الصدمات يتكون عندنا إحساس في العلاقة بالحياة كأنه نحن مستمرين أبدا، لأن لو نفكر بالموت يجوز ما نشتغل يعني. صحيح. نفكر كأن هذا الموت لا يحدث إلا للآخرين ولكنه لن يمسنا. عندما يخونك الجسد
يتغير النظام، تشعر بأنك أنت أيضا معني بهذه القضية في لحظة من اللحظات يعني. ولهذا ما أعرف أنا اللي نتج عندي ليس الخوف من الموت، نتج عندي حالة سلام يعني مع النفس، يعني أنه أوكي الموت موجود، طيب خليني أنا في هذا الظرف القصير الوجيز المعطى لهذه المسافة اللي تسمى الحياة، كيف يمكن أن أكون إيجابيا، وكيف يمكن بوصفي أكتب أن أقول ما لم أقوله، وبعدين اترك الحياة تمضي يعني. ولهذا الناس يستغربون عادة أنه من الحادثة لليوم كتبت كثيرا، وهو مسألة بسيطة، لأن سابقا العلاقة مع الزمن كانت مفتوحة، أنت شايف الزمن مفتوح إلك وقت يعني، وممكن تطور أدواتك وتكتب براحتك. بعد الحادثة صار الزمن تقلص، طيب كيف ممكن أنا أكون بنفس هذا المستوى لكن في زمن متقلص جدا وأكتب ما أريد أن أكتبه، لأن الموت لن يسمح لي في المستقبل أن أكتب ما أريده. ولهذا قلت أنه أريد أن أتعامل مع الحياة مثل ما هي، لأن أنا أعتبر أن الحياة استحقاق أيضا، هي هدية أكيد، ولكنك على يقين بأنها لحظة، هي لحظة ولكن أيضا استحقاق، يجب أن أستحق هذه الحياة يعني، لأن الحياة أيضا قيمة. طيب كيف ممكن أنا أكون قيمة على الصعيد الذاتي؟ طبعا أنا ما أتكلم على صعيد رد فعل المجتمع، هذا شيء آخر، الناس يحبونك أو يكرهونك بسبب أفكارك، هذا شيء ثاني يعني. لكن كيف ممكن أكون داخل هذه العملية شخص منتج، شخص خير، شخص طيب، شخص يقدم ما يملكه للآخرين، وبعدين فليأتي الموت ليس مشكلة يعني. الحمد لله على سلامتك في كل الحال. يعز علي ألا أعطيك الفرصة. كنت قبل الفاصل كنا نتحدث عن هل فاجأتك هذه الظاهرة، ظاهرة التيار الديني المتطرف؟ يبدو أنه عندك نقطة أخرى فقط. أنا فعلا الفكرة كانت كثير قيمة، وسؤالها طرحها فعلا أيضا جيد يعني. أنا اللي فاجأني مش الحركات المتطرفة، هذا كان متوقع، لكن تصورت مثلا في التجربة المصرية، خلينا نجسد يعني في التجربة المصرية، أنا تصورت أن حركة الإخوة المسلمين ستكون أذكى بحكم تجربتها، لأنه هي التيار الكبير اللي موجود في 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 مصر، بحكم التجربة وبحكم الإخفاقات والسجون والإعدامات إلى آخره التي تعرضوا لها عبر التاريخ، سيكونون أذكى في مسألة التنظيم، تسيير الدولة مثلا. أنه يا أخي لو كنت مكانه كنت أعطيت مكان الرئيس يعني، كنت أعطيت مثلا وزارة الداخلية لواحد من تيار ليبرالي أو شيء تاني، لأني أعرف أنه الصعوبة الكبيرة هي في كيفية تسيير المجتمع، خليه يدخل في هذا المجتمع ويغرق فيه. بعض المناصب ما أخذها أنا، أعطيها للآخرين، للتيارات سواء العلمانية أو غيرها يعني، ويكون أضمن أنه أولا أستمر وأستمر بذكاء، وثانيا تصورت أيضا أنه يطلع من هذه الحركة تيار أكثر عقلانية داخل ما هو داخل المشروع، خليني نقول الإسلاموي، في تمزقات داخلية لا تظهر، لأنه يجب أن ننظر أيضا إلى هذه الأشياء. فتوقعت خروج هذا التيار، لكن للأسف هذا التيار لم يخرج، وأن التيار الذي بقي مهيمنا هو نفس التيار التقليدي من حسن البنا إلى اليوم، لم يتغير في أطروحاته. منطلقات في أصلها إقصائية، مضبوط هذا موجود، ولكن شوف هي التيارات دائما تتعرض لانشقاقات داخلية حتى في تسلبها، لأنه فيه مجموعة من الناس داخل نفس الخطاب يريدون إنشاء خطاب جديد، خصوصا بالنسبة للتيارات الشبانية يعني، ولكن هذا ربما كان حلم مني أكثر منه شيء في الواقع يعني. قلت في سياق الحركات أيضا المتطرفة، قلت داعش هي ثمرة ثقافية محلية لوضع عربي، لكن في الوقت نفسه من ناحية التسليح والتنظيم هي نتاج فكر غربي يعني تقليدي وحداثي في ذات الوقت. كيف؟ مثلا خذ هذه الحركة أولا في حيثيات أو أوليات يعني، هل هذه الحركة نزلت من السماء؟ لا. هل هذه الحركة نشأت بشكل انفجاري؟ لا. تطرفات موجودة عندنا في المجتمع، وهي تطرفات بدأت من زمان يعني وليست جديدة حتى تاريخيا، لو نرجع تاريخيا إلى أبعاد نشوف بأن هذه التطرفات كانت موجودة، حتى الإعدامات اللي يعدم بها داعش مثلا المختلفين عنه، احنا أحيانا نستغربها وكأننا لم نقرأ التاريخ يعني. شو مثلا شخصية الحلاج، كائنا من يكون، نتكلم عن الحلاج مفكر، الحلاج مثقف، الحلاج الصوفي، عندما اتهم طبعا بالزندقة إلى آخره وحوكم، كيف تم إعدامه؟ تم إعدامه أولا أنهم نزعوا رجليه
ويديه، وبعدين صلب على أبواب بغداد، وبعدين دق رأسه، وبعدين أحرق، وبعدين وضع في إناء من الرماد، وذر هذا الرماد من أعلى مئذنة في 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 بغداد. طيب، ألا يشبه هذا الإعدام الإعدام الذي يقوم به الدواعش اليوم؟ وأستطيع أن أريد أمثلة كثيرة من هذه. قصدي أنه مجتمعنا نفسه للأسف كان تاريخيا أيضا في اختلافه حاضنة لهذه الأشياء. فإذا هذا مسار تطور، طبعا تعقد في السنوات الأخيرة، أخذ طابع سياسي أكثر تعقيدا، لكن الجوهر هو هو. لكن في مجموعة من الناس المشكلة، اسمح لي على المقاطعة، نعم، هي تقديس هذا الماضي. الناس لا ترى هذه الصورة أو لا تريد أن تراها. برافو عليك، برافو عليك، أنه في تقديس الماضي، والناس يقولون أشياء أعتقد عن جهل. لأنه لو كان فيه تنور، لو كان فيه فكر، طيب نقول لماذا مدارسنا وجامعاتنا لا تدرس هذه الحركات؟ ليش نخاف أنا من هذه الحركات؟ خليني، ما هي حركات موجودة في المجتمع، حتى لو أخفي مثل النعامة رأسي في الرمال، هي موجودة في المجتمع. والآن مع التلفزيونات الحديثة كل شيء يطلع، ما عاد في قصدي ما عاد فيه شيء سري. ممكن طريقة صياغة الخبر هي اللي تختلف، ولكن الخبر في حد ذاته موجود، يعني طريقة الإعدام موجودة. طيب ليش أنا ما أدرس أبنائي وأحفادي أن كيف كانت هذه الحركات، كيف تنامت، كيف تطورت إلى آخره، ولا أخاف بالعكس أنا أسلحهم بالمعرفة حتى ما يكون رد الفعل مباشر، يعني مثل ما يحدث اليوم في الغرب. شو مثلا يعني بدل ما يتصدون للحاضنة، لأن الحاضنة الأساسية هي التي تنتج هذه، نعم، هذه ما هي إلا نتائج في نهاية المطاف. تروح مثلا تحرم، خلني أدعم هذا الموقف بمقولة، نعم، لك، وهي، نعم، الأدب هو السبيل الأوحد لكسر قدسية التاريخ الوهمية. قدسية ووهمية مصنوعة أصلا. صحيح صحيح، لأنه في نهاية المطاف من يكتب التاريخ؟ أنا دائما أؤمن الذي يكتب التاريخ هو المنتصر. المنتصر كما تقول دائما. والمنتصر الذي يكتب التاريخ طبعا سيكتب تاريخه. هل أنا في حاجة لتاريخ المنتصر؟ طبعا أنا في حاجة لجزء من تاريخ المنتصر حتى أعرف هذا المنتصر كيف يفكر، لكن أيضا أنا في حاجة إلى التاريخ الذي أخفاه المنتصر. وهذا يقتضي مني، مثلا كنت أتحدث على الرواية التاريخية، عندما أكتب رواية تاريخية أنا بصراحة أؤمن أنه أكبر جهد يبذله الكاتب هو أن يكتب رواية تاريخية، لأنه عليه أن ينزع قبعة الكاتب ويضع فوق رأسه المؤرخ. مؤرخ، ومش فقط أي مؤرخ، مؤرخ صافي داخليا، يريد أن يبحث عن الحقيقة بصفاء، معناته ما عنده تعاطف ايديولوجي تماما يعني. وتبدأ في عملية البحث، هي عملية شاقة، فأنت أنت تنتج عالم، خليني نقول تاريخي أو متماهي مع التاريخ، وهو غير موجود في الواقع الموضوعي، لأنك هذا التاريخ اللي تحدث عنه أنت غير موجود. عندما كتبت رواية الأمير على، نعم، القائد، نعم، العربي الأمير عبد القادر، كثير من الناس قالوا لي أخي لا، الأمير لم يكن هكذا. قلت لا، بلى كان هكذا، ولكن هذا التاريخ أنت لا تقرأه في المدرسة، ولا تخص المحاورات مع الفرنسيين مع الثقافات الأخرى. هذا الرجل بدأ حوار الحضارات في وقت مبكر يعني، نعم. فإذا عليك أن تنتج تاريخ جديد غير موجود. أنت سهلت علي المهمة، نعم، لأني عندي مقطع هنا من روايتك الأمير مسالك أبواب الحديد، نعم، تقول على لسان الأمير: الزمن تبدل ومعه تبدلت السبل والوسائل، نحن على حوافي قرن صعب، إنهم يصنعون المدافع والبنادق والسيوف الحادة، ونحن ما زلنا نراوح في أمكنتنا ونزهو كلما أقمنا مقاما جديدا في سهل غريس. كأني أقرأ اليوم وليس الأمس. والله تماما تماما، يعني هذا المقولة فعلا ذكرتني بها، إذا أسقطتها على الزمن الذي نعيشه هو نفس الحالة، لأنه هذه الأمير قالها في أول معركة عندما عينه والده الشيخ محي الدين، نعم، عينه كقائد في مكانه، لأن الشيخ محي الدين كبر وعجز إلى آخره، فقال ابنه هو اللي يخلفه يعني. فقال له فيه معركة على أطراف وهران، عليك أن تتحملها، لأنه كان المفروض هو يقودها فصار ابنه يقودها. فقال له يا بابا، بلغتنا اليوم يعني، نعم، قال له مسألة وقت، هي بسيطة يعني سهلة، لأن الأمير أيضا كان يافع وشاب، ويقول إذا كان والده انتصر على الفرنسية في مواقع كثيرة وهو شاب وعقل منظم إلى آخره، ما راح تأخذ وقت معه. فراح لوهران ويكتشف بأنه أول معركة أول هزيمة، وهي بعد إخوان الجزائر ما بيقبلوها يعني، بس يقبلوها وما يقبلوها التاريخ هو هذا يعني. كانت أول هزيمة للأمير عبد القادر في أول ضربة مع الفرنسيين. ليش؟ لأنه الفرنسيين
نقلوا أحسنتهم عبر 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 السفن الناقلة عبر البحر، تعرف الجزائر ساحل كبير. نعم. فالأحسنة ما تعبت، نقلوا أسلحتهم الفتاكة ووضعوها في مواقع استراتيجية أيضا عن طريق السفن. طيب الأمير عليه أن يقطع مئات الكيلومترات لكي يصل إلى حدود وهران، لأنه من سهل غريس حتى وهران مسافة. نعم. تقريبا حوالي 150 كيلو. تخيل الأحسنة كلها تروح. فلما وصل أنه يقوم بالعملية الحربية الجهادية المباشرة، فجت المدافع من كل النواحي وهو لا يملك إلا الوسائل البسيطة يعني للمقاومة. من هذه اللحظة أدرك بأنه فعلا هذه اللحظة كانت حاسمة بالنسبة لي كروائي، أنها كتير مهمة. نعم. لأنه ستعطيني صورة الأمير الذي يتطور عبر الزمن، مش الأمير ستاتيك الجامد يعني موضوع فيه. نعم. فأول فكرة قال دولة لا تصنع أسلحتها فهي دولة ميتة، ما فيه. وهذا يستقيم أيضا علينا بكرة، احنا نطلب من امريكا او من فرنسا او من المانيا او من اوروبا ان تسلحنا، اوكي تسلحنا، بس بشرط واحد، ان قذيفتك ما تتجاوز 100 كيلو او 200 كيلو، لانه اذا تجاوزتها توصل لاسرائيل وبالتالي هذا يصير ممنوع يعني. نعم. فاذا يقيس لك تخيل لو انت تصنع اسلحتك الخاصه. ومن يومها الامير بلش يصنع اسلحته، جاب خبراء من الدول الاجنبيه وبدا يصنع. صنع مرة البارود، هذا أول مرة بارود لونه أخضر، تعرف البارود الأسود والأخضر، يعني الأخضر يشتعل بصعوبة، أنت توضع هذا البندقية وتشعل وبعدين تنتظر مدة ثواني حتى تروح القذيفة، بينما البارود الأسود سريع الاشتعال. فقالوا يا أمير والله كما يقول يا سلطان يعني أنه هذا البارود مش كويس لأنه أخضر. قالوا مفضل البارود الأخضر الذي يشتعل بعد مدة على لا شيء، على لا شيء، لأن أنتم تحكوا على البارود الأسود. نعم. هذا مش ملككم يعني. نعم. مثل الآخرين يعني. نعم. لو فيها أسقاط آخر حتى. نعم. على اليوم أنه يعني لا يمكن أن تخوض مشروع التنمية بخطابات. نعم. تاريخية. طبعا. طبعا. مبالغ فيها. اليوم لابد أن تكون عملية. صحيح. وأن تكون جزء من هذه الحضارة. صحيح. صحيح. طيب إذا قلنا أن رواية الأمير دعوة للخروج من أزماتنا يعني من خلال كثير من الإسقاطات فيها، ماذا عن 2084 حكاية العربي الأخير؟ أنا بصراحة قرأتها كأنها حالة أو إعلان يأس. هو 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 هذا القراءة العامة، ولكن أنا في الحقيقة. نعم. تعرف أنا تجولت بها حوالي ما بعرف معظم المدن العربية يعني لما صدرت وناقشتها يعني في أماكن كثيرة، حتى هون يعني بالمعرض الكتاب. نعم. بأبو ظبي يعني قبل مدة قصيرة يعني مش طويلة. المشكل أنا ما سميها إعلانية، سميها صرخة. هي صرخة شخص يرى كل ما أنتجه العرب عبر قرون من قيم ثقافية وحضارية وإنسانية وروحية أيضا، لأن حتى الدين هو جزء من هذه. نعم. من هذا الإخفاق يعني اللي استلموه الدواعش، فمعناته في إخفاق بالنسبة. نعم. لنا يعني في الجانب الديني. لما يشوف كل هذه القيم تنهار وتسقط، كيف ممكن يكون رد فعله؟ هل يكون متفائلا؟ هل يكون متشائما؟ أو أنه يصرخ لكي يثير الانتباه أن فيه شيء خطير علينا أن نتنبه له؟ طبعا وهذه الصرخة مبررة تماما بمختلف الوقائع، مثلا المشكلات الثقافية والحضارية التي نعانيها اليوم، مشكلة الاختلاف، مشكلة الدين أيضا، مشكلة التسامح، وبعدين في الجانب المادي أيضا المشكلات الكبرى يعني مثلا مشكلة الماء يعني التي نمر عبرها هكذا. نعم. بسهولة، وهي أعتقد أن الحروب القادمة، وليس أنا من يقول هذا يعني المختصون، لكن يعني الصورة يعني هي قاتمة، هي جدا قاتمة يعني كأن العرب ستعود إلى عصر الحروب القبلية على الماء وعلى الكلى. لا، ولكن إذا في حالة واحدة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، لأنه أنا أؤمن أيضا بالطفرات يعني في المجتمعات. إذا كان فيه إدراك وكان فيه وعي وأن العرب أدركوا أن الخطر أكبر مما يتصورون، وأنه لن يمس فقط سوريا والعراق ولكن سيمس كل المنطقة العربية. هل من مخرج في ظنك؟ هل ترى هذه يعني الضوء في نهاية النفق؟ والله شوف أنا أرى الضوء، لأنه العبقرية العربية موجودة متوفرة، يعني لسنا أغبياء، أقولها دائما يعني، ولست مع فكرة العربي الجيد والعربي الميت. العربي الجيد والعربي الميت الذين يريدون لنا الفناء هم الذين يقولون هذا الكلام، وموجود طبعا موثق الكلام في الرواية وقائله إلى آخره. بعض القراء احتفظوا بس بهذه الكلمة، قالوا يا أخي ليش العربي الجيد والعربي الميت بس؟
هذا سؤال، لأن الذي لا يحبني هو الذي يقول هذا الكلام. طيب كيف أثبت أنا للآخرين أن العربي الجيد هو العربي الحي، العربي العاقل، العربي المتنور، العربي الذي يريد لهذه المجتمعات أن تتطور، أن تتنعم أيضا بخيراتها، أن تستقل على التأثيرات الأجنبية؟ ولكن هذا لا يعني أنك تقطع علاقتك مع كل العالم. لا يا أخي، أنا أضمن لك مصلحتك، أنا بعرف أن العالم مصالح، لكن في الوقت نفسه أجبرك على احترامي، وإلا شو قيمة العلاقة مع الآخر إذا كان هو لا يعطي قيمة ويستغلك ويستفرد بك، وكأن الأمر لا يخصك، لا يخص إلا المدة الأخرى. ولهذا أقول بأن في الحقيقة ليست، على الأقل في معتقدي الخاص، يعني أنها ليست رواية يائسة، ولكن رواية تقول الخطر الداهم. شوف مشكلة الماء أنا كنت حكيت عليها. نعم. بعد 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 النهضة، يعني بعد سد النهضة، أوكي سد النهضة أنجز، وهذا من حق إثيوبيا أنها تنجز. نعم. سد النهضة يعني، بس ماذا فعلنا نحن العرب تجاه هذا الموضوع؟ لأن سد النهضة إذا لم تحل المشكلة الآن ستتضرر السودان، وستتضرر مصر، مش فقط يتضررون، سيلتهم تقريبا ثلث الطاقة المائية يعني. فكيف ستكون هذه البلدان بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة؟ طيب إذا الفاصل الأخير دكتور واسين العارج، أعود بعده لأكمل هذا الحوار، أبقوا معنا. إذن نحن في هذا الجزء الأخير من هذا الحوار مع الأكاديمي والروائي الجزائري الدكتور واسين العارج. خلني أبدأ هذا الجزء بسؤالك عن نساء كازانوفا، هذه روايتك الأخيرة، عنوان يعني مغري لقراءة هذا العمل. أولا صحيح مغري لأنه يتعلق بعلاقة بشرية طبعا وإنسانية، ويتعلق تحديدا بشخصية كازانوفا اللي هي شخصية طبعا غربية معروفة فيه صورة ملصقة عليها أنه رجل عنده علاقات نسائية كثيرة. نعم. إلى آخره. أنا لما بحثت في هذا الشخص بالعكس وجدت أنه رجل طيب، وبالعكس يخاف على المرأة، ورجل عنده حنية كبيرة، وعنده عطف أيضا تجاه النساء، وعنده احترام كبير للمرأة. هو ضد ابتذال المرأة، بالعكس هو نضل من أجل حرية المرأة. فوجدت أنه فيه شبه بيني وبينه يعني في 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 تحديدا في هذه القضية. قلت سبحان الله، شوف هالصورة اللي معتت على كازانوفا، وبعدين هاي صورة كازانوفا، وأكثر من ذلك هو كان صديق لفولتير، يعني هذا رائد الـ 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 بس الجانب الآخر لكازانوفا كان فيك جزء منه أستاذ واسيني؟ ما بعرف، هنشوف يعني. لا فعلا أنا حبيت هذه الشخصية، وشعرت أنه طبعا في الجانب الإنساني، يعني لما توجد إنسانية في الشخصية اللي هي معطاة عليها صورة، مثل ما هو موجود عندنا كثير من الأحيان، فيه ناس يا أخي نأخذ عليهم صور، وبعدين عندما التقي بالشخص كم يبدو هذا الشخص جميل ورائع. نعم. إلى آخره، غير الصورة المعطاة عليه. فلما تصعد شوية الدرجة في شخصيات عالمية معروفة مثل شخصية كازانوفا، فتصاب بالدهشة يعني. ولهذا أنا اقترحت هذه الرواية من هذا الباب، وهو عنده 4 نساء، وشخصية طبعا عربية يعني مش أجنبية. هاي الناس أطلقوا عليه تسمية كازانوفا لأنه كان عنده نساء كثيرات، ومن خلال العلاقة اللي هو مع نسائه جمعت علاقة متناقضة جدا. نعم. ولهذا اليوم يجيه يحس بأنه سيتوفى، أو أنه الموت بدأ يقترب، يطلب من النساء، لأن فيهم مطلقات أيضا، يطلب منهم أنه يجوا، بده يتسامح معهم، إحنا هاي اللهجة المغربية. نعم. يقول يتسامح معهم، إذا ارتكبت معك خطأ فاسمح لي يعني، اغفر لي، وإذا أنا ارتكبت معك خطأ أنا أيضا سأغفر. نعم. لك يعني الخطأ أو الخطيئة. فيجيب هؤلاء النساء وهو يتصور بأنه كان طيبا معهم يعني، فيصير كل واحدة، هو ممدد طبعا في حالة. نعم. شبه ميتة، والنساء كل واحدة تحكي حياتها يعني من خلاله، وسنرى الفظاعات يعني في هذه. والله أنا متعطش لقراءتها. بس أيضا وأنت تروي القصة يعني، وتحدثنا أيضا في السابق عن هذه الرواية. نعم. يعني أتخيل فيلم يعني. قد نعم
سينمائيا طبعا. انا حتى عندي مقترح، فقط كنت احكي مع صديق يعني مخرج، فطار على الفكرة وقال أنه ممكن نحول سينمائيا طبعا، ولكن حتى الآن النص لم يخرج، فستصدر رواية في نوفمبر القادم في معرض الجزائر، في ديسمبر في معرض بيروت في إصدار بيروتي، وفي جانفي يعني يناير ستصدر في فلسطين في طبعة فلسطينية. طيب، قلت على ما يبدو نحن نتجه نحو العدم ونفي كل ما يمكنه أن يصنع كبرياءنا، لا أحد ينتبه لما ينتظر هذا البلد عند المفترق. فعندما يطلب قاتل كبير، واحد من أعتى المجرمين الذين أنتجهم غياب الدولة، أن توقف محاكمته لأن المؤذن يدعو إلى صلاة الظهر ويستجيب القاضي لرغبته، فتلك نهاية النهايات. أقلقني هذا الوصف. أقول لك لأنه في سياق أنت في سياق محاكمة، في سياق محاكمة، والذي يحاكم هو شخص ارتكب جرائم كبيرة. نعم. وأنت تعرف أن هذا الشخص الذي ارتكب الجرائم لا علاقة له لا بالإيمان ولا بالدين، لأن الذي يرتكب جريمة لا أعتقد، وجريمة بهذه الفداحة وبهذه الفظاعة، لا أعتقد أنه يعطي قيمة للأذان. لا، لكن العتب هنا على المحكمة التي يعني أو القاضي الذي يستمع لمجرم أن طبعاً يوقف المحاكمة بسبب الأذى. ولهذا قلت أنا أننا فعلا هذه فداحة كبيرة إذا وصلنا أننا نستجيب لطلب مجرم وهو معروف بجريمته، والقضاء يدينه ويلعب على العنصر الديني لأنه في علاقة مليانة بالناس إلى آخره، ويستدر تعاطف الناس والقاضي يستجيب له. فعلا إذا استجاب القاضي لهذا الطلب، لأن القاضي أيضا بين شرطيتين، يعني بين الشرطية الديني ويحاسب عليها على أساس، لأن كثير من الناس تعاطفوا معه قالوا يا أخي طيب هو لم يطلب شيئا سيئا، هو فقط طلب إيقاف المحاكمة. نعم، الرسالة القوية هنا أستاذ وسيم. نعم. أنه حتى أيضا يعني على نسقطها على كثير من القطاعات سياسيا وثقافيا، استغلال الدين وتبرير جرائم ومخاطر كبيرة جدا باسم الدين. صحيح، هذا باسم الدين يبررون الجريمة. نعم. ويقنعون الناس أيضا، لأنه شوف، لأن في الخطاب الديني المتطرف الذي جعل من الجريمة مسألة عادية واعتيادية، بينما حتى على الصعيد الديني الله قدس الروح، يعني لا تستطيع أنت أن تمس روحا فقط لأنك أنت قررت أو لأنك افترضت بأن سين من الناس مجرم أو كافر إلى آخره. أخي في قضاء، في دولة، في دين، في مؤسسات إلى آخره، أنت لست من ينوب. هذا حدث في الجزائر مؤخرا قبل شهور، يعني كاتب جزائري شاب جديد كتب رواية، وهي رواية جميلة لا علاقة لها بما هو ديني، وفي الحقيقة رواية أخذ فكرة ألبير كامي في الغريب. تعرف في الغريب فيه شخصية عربية تقتل بي 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 بشكل غير عادل، يعني ما في سبب، كان على الشاطئ وهذا ميرسو يقولوا له الشخصية، فراح قتل الشخصية الجزائرية. هذا الشاب كتب رواية اسمها كمال داود، يعني كتب رواية سمها تقرير مضاد لميرسو، ويلوم، مش يلوم ألبير كامي، يلوم ميرسو اللي هو شخصية أدبية، يقول له لماذا قتلت العربي وليش سميته العربي، هذا كان عنده اسم فلان، معناته أنت ألغيت له هويته. نعم. وهي رواية جميلة، فيجي واحد من هؤلاء الشيوخ، وكلمة شيوخ في الحقيقة خسارة فيهم صراحة، لأن كلمة شيخ هي كلمة مهذبة عالية ثقافية، هي رتبة دينية وليست رتبة معتاة هكذا يعني. فيقول أنه هذا يجب أن يقتل لأنه تدخل في الإسلام وكفر إلى آخره. طيب بأي حق؟ من أعطاك الحق؟ ولهذا أنا الذي يثيرني ليس الشخص هذا، تثيرني الدولة التي تستجيب طبعا أيضاً. تستجيب. نعم. لهؤلاء الأشخاص. نعم. تقول التعليم العربي لا يمكن أن يخلق الجيل الذي يستوعب الثقافة بعقل كبير يتطور ويناقش ويحلل ويبدع، أليست هذه يعني لب المشاكل في عالمنا العربي؟ متفق معك تماما، مأساتنا الكبيرة هي المأساة التعليمية. ماذا، وهو سؤال بسيط، ماذا نريد أن نصنع بهذه المجتمعات؟ إذا حابين عندنا رغبة في أن نصنع مجتمعات نربيها على الرؤية
السليمة اللي هي الرؤية الإنسانية، الرؤية النقدية أيضا، أن أخذ الأشياء بعقل ناقد وليس بعقل يسلم كل شيء. يعني حتى في المجال الديني نخلق إمكانية للنقاشات، يعني وهذا كان موجود سابقا. قصدي أنا لن أبدع البارود أو لن أخلق البارود من جديد، فيه أساسيات يمكن أن نعتمدها ونخلق مدرسة فعلا عقلانية، مدرسة إنسانية، مدرسة الأساسي فيها هو التكوين العلمي والعقلاني للأفراد وتربية الحاسة النقدية. أطفالنا اليوم لا ينتقدون، يأخذ المعرفة يحفظها كما هي، وبعدين لما يروح الامتحانات يعاود يسترجعها كما هي وينتهي الأمر. وكل ما يأخذه عبارة عن شيء مقدس. وللأسف كان طه حسين طرح هذه المشكلة في العشرينيات في 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 كتابه في الشعر الجاهلي. نحن لم نأخذ من الشعر الجاهلي إلا ما قاله في قضية الشعر الجاهلي وانتقال شو اسمه انتقال المعرفة اللي هي حقيقية أم غير حقيقية. أما المقدمة الأساسية كانت حول التعليم. للأسف هذا المشروع إلى اليوم، خلينا نقول من العشرينيات، إذا أخذنا طه حسين كنموذج، ما يزال معلقا إلى اليوم. الروائي والأكاديمي الجزائري الدكتور وسيم العرج، شكرا جزيلا لحضورك لحديث العرب. أشكر متابعتكم وألتقيكم الأسبوع القادم مع ضيف آخر من ضيوف حديث العرب. إلى اللقاء. شكرا جزيلا.